بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب صباحكم بكل خير. معالي وزير الداخلية في إقليم كردستان، الأخوة الحضور، فريق التدقيق الأمني من المنظمة الدولية للإيكاو، الفريق المختص من سلطة الطيران المدني، السادة الحضور، طاب نهاركم وطاب صباحكم بكل خير. في هذه المناسبة وفي هذا اليوم نعلن عن سعادتنا الكبيرة في أن نكون على خارطة الطريق للمنظمة الدولية في تدقيق الامتثال لشروط الأمان والمعايير الدولية المفروضة تطبيقها على كل الدول الأعضاء. لا يخفى على الجميع أن العراق من أول الدول المشاركة في منظمة الطيران المدني، وهي من أول الدول التي كانت مطبقة لاتفاقية شيكاغو، وبالتالي مطلوب منها التقدم في هذه العضوية وأن تكون مثالاً يحتذى به في تطبيق المعايير الدولية المطلوبة منها. اليوم وفي هذه المناسبة نعلن انطلاق التدقيق الأمني للامتثال للمعايير الدولية المطلوبة من قبل سلطة الطيران المدني الدولية من الدول الأعضاء، وهذه الشروط في حال تطبيقها تجعل جميع الركاب وجميع الدول في أمن وأمان نتيجة الامتثال لهذه الشروط. بداية وليس آخرا نشكر الفريق الدولي من المنظمة الدولية لحضورهم وتعنيهم للحضور في إقليم كردستان في أربيل، ونشكر أربيل لما قامت به والمديرية العامة في مطار أربيل، قامت بجهد كبير، كما أثني على الجهود التي بذلها الأخ أستاذ أحمد مدير عام مطار أربيل. كانت هنالك خلية نحل بين سلطة الطيران المدني وبين الأخوة في مطار أربيل من أجل الوصول لهذا المستوى. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح والمثابرة، كما أثني على جهود فريق سلطة الطيران المدني الذي بذل الكثير ويبذل واستمر ومر بضغط نفسي كبير للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية. ومن هنا وبعد إذنكم أعلن انطلاق التدقيق الأمني للامتثال للمعايير الدولية، فليتوكلوا على الله ولنبارك هذه الجهود، وشكرا جزيلا لكم.